معنا عبر تقنية زوم من خان يونس الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الطبية في الجامعة الهاشمية الدكتور عثمان الصمادي. أهلا بك معنا دكتور. أطلعنا بداية عن الواقع الطبي والقطاع الصحي في غزة، وكيف تقيمه في ظل كل ما يحدث في القطاع من جرائم تنكيل وإبادة، وأيضا ما يتعرض له القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله. أنا السلام شاكر ورحمة الله. لك على هذه الاستضافة وإلقاء الضوء على ما يجري في غزة منذ بداية الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة. حقيقة أخي الحبيب، ما يجري في غزة شيء يدمى له القلب. القطاع الصحي متهالك جدا منذ قبل 7 أكتوبر، منذ ما يقارب 20 سنة كثير من المعدات الطبية ممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة، وبالتحديد خلال آخر 3 سنوات كان هناك منعا باتا لدخول اي جهاز طبي كبير او صغير لداخل قطاع غزه، لدرجه ان وزاره الصحه في غزه اضطرت الى ارسال جميع المعدات الطبيه التي قامت بشرائها وانتظارها لسنوات على المعبر الى الضفه الغربيه للاستفاده منها بدلا من انتهاء صلاحيتها خلال انتظارها على المعبر. فالوضع صعب جدا، واعتقد انه ما تشاهده في قطاع غزه يعني بالضبط أن قطاع غزة توقف عن التطور منذ 20 سنة، ولذلك جميع الأجهزة قديمة في غالبها إلا الأجهزة التي استطاعوا تهريبها وإدخالها إلى الداخل، وهي أجهزة صغيرة متحركة غير كافية بالحد الأدنى لإدامة العمل في هذا القطاع. نعم، في ظل الحديث عن الأجهزة، كان أيضا فريقكم كان قد عمل على إصلاح بعض الأجهزة التي كانت قد خرجت عن الخدمة. لو تضعنا في صورة هذه العملية، عمليات الإصلاح التي كانت لبعض الأجهزة الطبية. الحقيقة كانت هذه فرصة حقيقية لإظهار الدعم ولإظهار التواصل ما بين الأهل في الأردن والأهل في غزة، وأننا وحدة واحدة ولحمة واحدة. أنا قبل 3 أيام تم الاتصال بي والحديث عن توقف جهاز السي تي سكان الأشعة المقطعية عن العمل منذ أكثر من شهر، وتراكم الحالات وخصوصا الحالات اللي ناتجة عن انفجارات، وبالتالي فكرة السي تي سكان هي فكرة حياة تماما. يجب على الطبيب أن يعرف وأن يشخص حالة مريضه قبل إدخاله لغرفة العمليات، ولذلك كان هناك أمر مضطر. صعوبة الأمر كانت تكمن في عدم وجود قطع غيار لهذه الأجهزة القديمة جدا، فحتى الأوردر أونلاين لم يكن متاح في أي مكان، ولذلك إحنا انطلقنا في الأردن وبحثنا عن قطع غيار، فوجدنا جهاز خارج الخدمة موجود في مستودعات أحد الشركات، شركة إكسبيريا في الأردن، وتم التعاون معنا وفك القطع التي احتجناها من الأجهزة الموجودة على جنب، والحمد لله الفريق الطبي الأردني الذي توجه إلى غزة بعد العيد مباشرة استطعنا إدخال هذه القطع وتركيبها على الجهاز، والجهاز الآن يعمل بكفاءة ويستقبل أكثر من 100 حالة يومياً. طيب، كنا قد تحدثنا عن واقع القطاع الطبي بشكل عام دكتور في قطاع غزة، لكن الآن دعنا نتوقف حيث تتواجد والمستشفى الأوروبي. كيف نصفه؟ الضغوط التي يتعرض لها، محدودية الإمكانيات والموارد، وأيضا أود أن أستمع منك دكتور إلى الحالة النفسية والمعنوية للكادر الطبي الغزي المتواجد في هذا المستشفى. كيف يعني يمكن وصف هذه الحالة النفسية في كل ما شاهدوه ويتعرضون له في القطاع؟ أول شيء أشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. أعتقد أنه ما يجري الآن في المستشفى الأوروبي ومحيطه شيء استثنائي، لم يحصل بالتاريخ. السبب في ذلك أن المستشفى الأوروبي هو ليس مستشفى فقط، وإنما هو مركز إيواء. طبعا مركز إيواء مجبر كان على ذلك. هنالك أكثر من 30,000 لاجئ أو نازح يقطن في داخل غرف وردهات المستشفى، بالإضافة إلى محيط المستشفى وحرمه، وبالتالي الضغط الآن ضغط مزدوج، ضغط معالجة مرضى وضغط عناية بالنازحين. وبالتالي البنية التحتية في هذا المستشفى ليست فقط مهيئة كباقي مستشفيات العالم للعناية بالمرضى، وإنما للعناية ب30,000 لاجئ في داخله. هذا الأمر يضيف حمل إضافي على الأطباء في هذا المستشفى والكادر الطبي بأنه يقوم بالتعامل مع الناس ويشكل وكأنه يدير مدينة كاملة أو دولة كاملة، فعليه الاعتناء بالمدنيين والاعتناء بالمرضى أيضا. وتواجد أهل المرضى داخل المستشفى مع مرضاهم بأعداد ضخمة جدا، هذا أدى إلى
إرهاق واستنزاف لجهود الكادر الطبي كاملا. ولذلك مجيء الوفود الأردنية كانت من أوائل الوفود التي دخلت، شكل دعما مهما جدا منذ شهرين، والحمد لله الأثر واضح جدا لوجودنا نحن طبعا وعدد من الأشقاء والأصدقاء في العالم في دعم هذا الكادر الذي ترفع له القبعات لصموده وبقائه على رأس عمله كل هذه الفترة، لدرجة أن أغلب الأطباء وأغلب الكادر الطبي أحضر عائلاته إلى المستشفى بعدم مغادرته، فالأغلب يقوم بالعمل 24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، نتمنى لكم السلامة والتوفيق في هذه المهمة الطبية والإنسانية والعروبية إن صح التعبير دكتور عثمان الصمادي، وأنت أستاذ مشارك في الجامعة الهاشمية.